درس الأعداد ثلاثة. في هذا الدرس نتناول المواضيع التالية: مفردات لها علاقة بالأرقام، الترتيب العددي، ومزيد من الأمثلة والتطبيقات على الترتيب العددي. أولا، مفردات لها علاقة بالأرقام. الثنائي أو الاثنين معا: وونغر وونغر. الثلاثي أو الثلاثة معا: تسكونغر تسكونغر. الرباعي أو الأربعة معا: كيمسونغر كيمسونغر. الخماسي أو الخمسة معا: ديجينغر ديجينغر. السداسي أو الستة معا: غورجونغر غورجونغر. السباعي أو السبعة معا: كولودينغر كولودينغر. الثماني أو الثمانية معا: إدوونغر إدوونغر. العشري أو العشرة معا: ديمينغر ديمينغر. السداسي عشري أو الستة عشر معا: ديميغورجونغر ديميغورجونغر. المئوي أو المئة معا: إميلينغر إميلينغر. الألفي أو الألف معا: دورينغر دورينغر. ثانيا، الترتيب العددي ديرتينجوده ديرتينجوده. الأول أوراغ أوراغ. الثاني أوتي أوتي. الثالث تسكوتي تسكوتي. الرابع كيمسيتي كيمسيتي. الخامس ديجيتي ديجيتي. السادس غورجيتي غورجيتي. السابع كولوديتي كولوديتي. الثامن إدويتي إدويتي. التاسع أوسكوديتي أوسكوديتي. العاشر ديميتي ديميتي. ثالثا، مزيد من الأمثلة والتطبيقات على الترتيب العددي. نود أن نذكر أن بعض من هذه الأمثلة قد تحتوي على مفردات وتعابير غير شائعة الاستعمال في اللغة، وقد ذكرت هنا فقط لتوضيح المستوى الفصيح من اللغة. المثال الأول: أنا طفل نوبي. أين بنا السرمل؟ أين بنا السرمل؟ المثال الثاني: أنا أدعى مشانكو. أي مشانكو جينا؟ أي مشانكو جينا؟ المثال الثالث: أنا ابن الثامنة من العمر. أي جمدون بتانمل؟ أي جمدون بتانمل؟ المثال الرابع: في بيتنا أنا الولد الثالث من حيث الترتيب. نوغونا أي توتسكوتامل. نوغونا أي توتسكوتامل. المثال الخامس: أنا أدرس في السنة الثانية في مدرسة الأساس. أي جيموتيل سمبوتين كولي نوغلا كوليل. أي جيموتيل سمبوتين كولي نوغلا كوليل. المثال السادس: في الفصل أنا أجلس عادة في الصف الأول. كلينا جرة أي سري أوراغ لوينا تيجل. كلينا جرة أي سري أوراغ لوينا تيجل. المثال الأخير: منزلنا هو البيت العاشر في قريتنا. مارونا نوغوني ديميتلين. مارونا نوغوني ديميتلين.